للأسف شيرين عبد الوهاب بدل ما تاخد والدتها بالحضن وتقول لها وحشتيني وشكرا ان انتي واقفة جنب بناتي، لحظة ما والدتها زارتها بالمنزل كانت مفاجأة غريبة قوي. شيرين اهانت والدتها وطردتها بره البيت وقالت لها انا مش عايزة اشوفكم في حياتي مرة تانية، انتي واخويا فضحتوني وكنتوا السبب في ان الناس كلها تجيب سيرتي قدام العالم كله. شيرين بعد ما خرجت من المستشفى وبعد ما عرفت وسمعت اللقاء اللي دار ما بين والدتها وأخوها مع الإعلامي عمرو أديب لما قالوا إن شيرين بقالها 3 أيام محبوسة في شقة في التجمع هي وحسام بيشموا وبي يعني بيعملوا حاجات ما تنفعش وهم 2 مش متجوزين. أول يعني بيبوظ صورتي، أنا أسي تعبانة أوي والله العظيم، أنا مظلومة وحسب الله ونعم الوكيل، في مؤامرة عشان أنا ما عملتش أي حاجة والله. أنا عارفة بس أنا حرام أبقى أنا آسفة إن أنا المفروض أحترم نفسي وأحترم اسمي وأحترم. وقالت انا كنت باخد مثلا دواء مسؤول عن افرازات الافكار الوحشه في النافوخ، الدواء ده كمان بطلته، هل بقيت من مخدرات؟ بيسوقوا صورتها وسمعتها قدام الكل، وان الوحيد اللي دافع عنها في الفتره دي هو حسام حبيب لما طلع ايضا مع عمرو اديب وقال ان هو ما زال بيحب شيرين وان هي كمان بتحبه، واثبتت للعالم ان هو ده الراجل الوحيد اللي رجع لها الثقه. شيرين وتسريباتها الصوتية خلال الفترة دي بتؤكد ان لسه صوتها مرجعش لطبيعته وانها لسه ما بقتش كويسة. ما هو مش طبيعي واحدة تقعد 20 يوم بس تتعالج من الادمان، لأ ده المفروض انها مسلوبة الارادة وغير متحكمة في تصرفاتها، بدليل انها تهين والدتها وتطردها زي ما انتشر كتير على السوشيال ميديا خلال الكام ساعة الماضية. شيرين قالت لوالدتها انا مش مسامحاكي ليوم الدين على اللي عملتيه فيا انت واخويا، وخلاص ما تسألوش عني تاني، مفيش اي صلة ما بيننا دلوقتي، انا ما اعرفكمش خلاص. شيرين لما خرجت من المستشفى للأسف رجعت فعلا لحسام، وحسام هو اللي بيتردد عليها دلوقتي وهي قاعدة مع مجموعة من اصدقائها. عايزة اكد ليكم ان الخبر اللي نشرناه واللي انتشر عن ألسنة الجميع انها رجعت لوالد بناتها الموزع محمد مصطفى هو للأسف طلع مش حقيقي، وان هو بس كان بيحتفل مع بناته ان والدتهم رجعت بالسلامة وليس انهم رجعوا البعض كاتنين متجوزين. على الرغم ان انضف حاجة حصلت لشيرين عبد الوهاب خلال حياتها هو زواجها من هذا الرجل المحترم الموزع محمد مصطفى. وللناس اللي سألت عن سبب انفصالهم، انفصلوا لان شيرين شايفة خام، شايفة مش بتاع علاقات فيها حماس وفيها يعني شوية شطة وملح زي ما هي وصفت، وان هو راجل ما عندوش جنون في العلاقات وهي بتحب ده قوي، وغير انها بتحب ده كان عنده رتم هادي في حياته وهي لقيت العكس كله مع حسام، عشان كده هي حاليا مجنونة بحب حسام حبيب. بالمناسبة الموزع محمد مصطفى مش راجل قليل ولا اي حاجة، لأ ده راجل محافظ على بناته وعنده شغله وبيراعي ربنا جدا جدا. لما تسأل في وقت من الاوقات انت ما بتزعلش لما الناس بتقول عليك انك زوج شيرين، قال لأ انا ببقى مبسوط بنجاح شيرين لانها والدة بناتي، شغلي هو اللي هيثبت نفسه مش ناس تانية هي اللي هتقولي انت زوج شيرين او لا. هو اشتغل مع ناس كتيرة جدا زي وائل جسار وكمان كاظم الساهر ومياد الحناوي وحسين الجسمي ونانسي عجرم، هو راجل متزن وقادر فعلا يحافظ على بناته. كنت اتمنى الخبر يكون حقيقة وانها تكون رجعت للراجل المحترم زوجها السابق، ولكن والد حسام حبيب نفسه طلع واكد ان شيرين خلاص رجعت لحسام وقال على صفحته انت مش ابني ولا اعرفك، انت ليه بترضى بالاهانة والذل اللي انت فيه ده؟ ويقال انه معمول لشيرين سحر بحب حسام ولكن